عزيز المستمع، زي ما قلبه بيقول عجيبة الدنيا دايما بتمشي بالحصوص، ناس بتشرب من التلاجة وناس اخرها كوس. انتقل بكم الى اذاعة خارجية، اللقاء ولقاء العمالقة، اللقاء ونجم وصل لقمة المجد اسرع من صاروخ سام 6. لو انت خلصت شغلك وروحت بيتك وعايز تهدي اعصابك قبل ما تنام، اسمع النجم الفنان احمد بتشان. اوه احمد بتشان، الله يا اخونا حبيبنا استاذ احمد حفاز، يا رب الفرح دايما خير كل الكون للنواريه المكان. حاسس ان كل ده مش حقيقي، في البداية كان طريقك غير طريقك، كان قلبي حاسس إن كل ده مش حقيقي، البداية كان طريقك غير طريقي، وابتديت أخدم في نفسي، we'll be right back.
كل الخير اللي وصل معانا. كنا وكان اللقاء بأفضل أعزاء عزيز المشاهد عزيز المشاهد بس نقول الناس أخلي النمرة وتعمل انت مع الإحساس المرهق مع زعيم اليانوران النجم الفنان أحمد بن شاهد. قول يا طارق.